La 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 يا ضيعة مبعوفك يوم مهما علي كتر اللوم انت عيوني وانت النوم وانت الدمعة عفدودة مشتاق لك يا رماني والدود الفي دالي صبايا الضيعة العلياني بعد ما تفارق بالي آه يا قلبي الثورة الرقمية جعلت أشياء كثيرة لم نكن نتصور حدوثها قبل عدة سنوات أمراً ضرورياً. لا يمكن أن نتخيل حياتنا بدونها اليوم. باختصار يمكن القول إن الإنسان أصبح عبداً للتكنولوجيا بكل ما تعنيه كلمة عبد من معنى. وكما هي العادة في كل المجازر التي تحدث هناك ناج وحيد. أم التنافس الفوق. لا اسعار ما تصير بالعينها سبحان الذي خلقها لك اللهم صل عليك يا نبي لك كل شيء شفت بقر بحياتي ما شفت مثله بتحلب هيك لا اتوفنا توفعنا طلعت احسن من الجحشه بكتير الحمد لله الحمد لله لا جودة ولك فزعتيني اللي عم افع عيونك اذا صحيح ولك وقتي وجاية وقتي وفايتة اسعلي اعتصي طلعي صوت اللي عم بعيونك طلعتي وراي مثل عزرايين هلأ النسوان بتبصبس عليا وقامنا وصدقنا عينك زايغة بس البقرة شباب
ما شايفة هالبقرة اللي جابها قديش عم تحلب له؟ العمى ما فغر على دلق حليب، دلق حليب، دلق حليب. خير، شو جعزك؟ ما جعزني غير انه حظه لهالجحش بفلو الصخر، وحظي انا يا حسرتي. هلا اسعد كل ما جمع قرشه بجيب له شي شغله، اما انت كل ما صار معك مصاري بتروح بتجيب لي يا فروج بروسلي، يا اما هريسه، يا اما مدري شو مدري شو، من وين بدك تجمع مصاري وتجيب بقره؟ ها؟ ولك هذا ما اسمه بخل، اسمه جخ، يعني انا لما بشتري لاني كريم هيك، اما هداك اللي ما بيشتري لانه جربان وبخيل وايده كامشه. هذا ما بخل، هذا اسمه دبار. هلا اقول لك شغله ما بتزعل مني، انت عندك قله دبار. ولك الحكي مناطق الله يقطعه لعمرك، روحي انقلعي، انقلعي ولا ايه؟ لعم في عيونك ما اثقلك. ثقيله. ياي، روح مرة حبيبي، صوتك هون، صوتك هون، صوتك هون، روح على كلمة اشرب انزعق. شو اسعد افندي؟ ان شاء الله حليباتا عم يجيبوا حق اكلاتا. قال اكلاتا وحق اوتا نبعه، ما شاء الله نبعه. شو قد كلفتك؟ ربعية 25. بديعة مو عندها باتا، وانا شايل لي كاميرون محصول، يعني هيك بشي الحق. مع اساسكم ما معك مصاري، كيف هيك فجأة طلعت المصاري؟ اي والله هدول خبيناهم مع اسلنجو، قلت اسمعوا له اسلنجو، اذا بتشوفني انا واختك ميتين من الجوع ما بتعطي منهم ولا فرانك. هيك يعني؟ هيك صارت. ماشي تتهنى، الله يرزقك مثله واحسن. حلو باللوبة يحمو لقلبك حم الهي. ولادي با ولادي با، سمعتي هالسمعة؟ بقرتو للخواجة عم تزتلو 6-7 آلاف ورقة كل شهر. الله يبارك له، انت من شو زعلان؟ الله لا يبارك له، العمى بعيوني من وقت ما جابها لهالبقرة بطل يحكي معنا، صار يشوف حاله علينا الأفندي. هي اصطفل عمرين وما يحكي. لا ما يصطفل وما عمرين وما يحكي، وأنا مفرجة. شو بدك تساوي؟ بتشوفي. لك الله يزيد الله المصراد بين ايدك يا اسعد يا ابن جيغه. لك اسكت اسكت شوي شبك، لا طولي بالك، هاي خربطتينا، اسكتي لحتى اخلص بعدين ادعي لنا. ها ادعي الاول منيح هيك. بك صار عديتهم 4 مرات، كم مره بدك تعدهم؟ ولك بدي اعدهم 100 مره ميلو عندي، لانه هذول اهل تخريم فوق دائما بغشونا. 5 بسم الله. ها لك هاي ارطين يعني 10 ليرات منيح هيك. هلا 10 ليرات محرزين انت الثاني. ولك انا ما مش هون محرزين ولا مو محرزين يا بديعه، بس انا في شغله مهمه كثير لازم تفهميها، انا ما بحب حدا يلعب علي، ما يكونوا اهل تخريم الفوقة، يكونوا اهل واشنطن الفوقة، فهمتي بقى؟ يعني هيك شغله مبادئ ومشاعر. سم الهاري تعجل تاي لك شو هالليلة يا روزا؟ وبالله المستعان هلا بدها تضل تنعير هاي طول الليل، يعني يبريني عن ديني، اذا ما بكره من الصبح بنزلها على المسبخ وذابحها. طول بالك يا رجال، لا تزعل منا. بك شو لا تزعل منا ونظميه؟ ولك من يوم اللي جبتها ما شبعته للنوم. طيب قوم شوفها بكي بدها مي،
بلكي غاززها شي موجوعة. يا حياتي انت وهي شو قلبك رقي؟ انا بدي انزل شوف البقرة اذا موجوعة. معقول هذا الحكي؟ هلا انت ما بدك تنام؟ بدي نام تمام طبعا بدي نبي. طيب نشوفها لك. موشي ست مجدية. إذا كل واحد عمل مثل أبوكي وأسعاد بصير بكفي حاله لحاله. تعرفي شو بسموها هالشغلة بالبلاد المتحضرة والمتقدمة؟ بسموها سياسة الاكتفاء الذاتي. اكتفاء الذاتي يا ابن الصرامي. أساسا ما البار بدها تنزل على المستوخ، أنت بدك تنزل على المستوخ. والله لا لا عن أبو سليلتك والله. شم الهوري لعب بعيونك من كتر ما لك انتي بدك تخلي ابوك يمضي بقيه حياته بالحبس بسبب سليم تبعك؟ ولك خجلي على حالك بقى. امي انا ما بقول له يجي، هو بيجي لحاله. وانتي لا تفتحي الشباك قباله. ما بفتحه ما بفتحه للشباك قباله، انا بكون واقفه عم شم شويه هواء، هو بمر من تحت الشباك وبيحكي معي. نظميه اي ذكريني حط لها شعير للبقره مشان بدي كافيه. وانتي ولا بنت الصرامي؟ والله ما حدا بده تنزل على المسلخ وتبع غيرك انتي. بي عم طلع عليكي وعاد ترباي، ولك لو مخلف كلب جعاري كان طلع لي خير منه اكتر منك. بس هاي تربايتك سمسار تعرايس انتي بسيطة. جودة خير خير طمني فو شي صاير معك شي؟ ولك بتعرف شو صار بالبقرة؟ بس ما تقلي البقرة ماتت، بس ما تقلي البقرة ماتت. العمى على هالخبرية وحياة المعزة زعلتني كتير. لا لا ولك تمك فارة ولا هيك بشارع الماتت. شو ماتت ما ماتت يا زلمة؟ ما ماتت لا مزطط هي بديعة فاتت لعندي مشان تحلبة. نشف حليبة أكيد نشف حليبة. العمى على هالخبرية وحياة المعزة زعلتني. لا 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 ولك كش برا وبعيد يا زلمة. شو عم تحكي انت؟ قال نشف ما نشف. لا يا سيدي ما نشف ما شاء الله علي ما شاء الله علي. بس هيك بديعة وبلشت نزلت حليب الطاطوعين الطاطوعين الحليب حلبة حلبة بديعة حلبة. لك شو ان عدم الضمير بهالبلد ما عاد فيه اخلاق بحضن اشتكي عليهم. ولك بدل ما تموت صارت تحلب بدل الطقطقة. شو هاي لك ما قطع فيها بالمرة سم الفيرة لمي؟ لك لشبيهتك للبقرة العمل حطيت لها اياهم بينخخوا جمال بموتوا كركدن ما صار لها شيء ما صار لها شيء. ولك جودة هالعقل اللي ناطع بين كتافك ايمتى بدك تكبره؟ ما بدي كبره وما ضحشك انت العمى. بس لو شفتي ضحكته لأسعاد كنت انفلقتي من غيظك. ضحكان سنه حبيب قلبي ضحكان سنه واصله ضحكته لقرامش جنة عم بيقول لي عم تحلب الطقطقين. احلبي بديعة احلبي بديعة كأنه عم يشاكرني. ولك العمى في عيونه شو قليل اخلاقه وناموس والحشر حموت. يا سلام اطيب الحليبات لك اسعاد. طعمته الحلوه شو حاط له سكر؟ لا والله يا سيدي ما حاط له شيء. بس هالبقره سبحان الذي خلقها حليباته غير شكل هيك بتدر حليب وبينزل هيك كانه عسل ما حاط له شيء. معناتها يا اسعد الله يرضى عليك كل يوم بتحسب حسابي بثلاث تلتوره من هالحليبات وانت ونازل على البلد بتوصل لي اياهم لحالك. امرك تمسك شوف ما تعصب حالك ما راح اخذ سيدنا ها. لا لا ما بصير هديه هدول هديه. لا لا ما بصير ابدا هذا حقها. ما راح اخذ ما راح لك يا ابني انا ابن سلك وبكره بيفهموها غلط خلاص مسك. لا ما راح اخذ ما بقدرها مسك عليك يلا ضب الحرزه. الله يرزقك الله يرزقك يا سيدنا. خمسه قلت لي ثلاث تلتورة ما ها؟ اي ثلاثة بس. حاضر بأمر الحكومة نحنا. مع السلامة لا تنسوني يا حمامة.
هو السلام لله قلنا لك عوافي ليش بعترك؟ ما بدي رد، ما بدي رد، إلك عندي شيء؟ للأمانة التاريخية ما إلي عندك شيء، بس أنت ليش معصب يعني شو صاير معك؟ أول حاشا شيء بيخلي الواحد يعصب غصب عنه، ولك العمى كل واحد كان شرشوح عند بوري حقه نص فرانك حوالي بقرة، صار فعلي من أخيره بالسما وما بقى يتحكى. وأنت شو فارقة معه؟ اشتري بقرة. حياتي أنت، لأنه البقر داشر بالطرقات على مين يشيل، البقرة حقها مصرات، منين بدي أجيب مصرات؟ لا خي، هالأرض اللي بعرت جرباء، شو مستفاد منها يعني؟ علي بالحلال بتحط اللي فوقك واللي تحتك لحتى تستصلحها، وبدك 100 سنة لتجيب نص حقها. شو بدك فيها؟ يعني إذا بعتها بتجيب لي بحقها وبمصراتها بقرة؟ لا تبيع ولا تشتري، داك شم داك شب بقرة. عن إذنك. سمعت لك يا جودة إن المختار ما كتير مبسوط من بقرتنا هلاك. شو هالحكي؟ يعني إذا عرضت علي بدلها بشقفة الأرض تبع وعر الجرباء، قلتك ببدلها شيء. شو؟ أنت شو خسران؟ ما خسران شيء. بشوف ليش لحتى ما شوف. شو قلت؟ بصراحة يا عمي شلاوي، شقفة الأرض يلي بوعرة الجرباء ما بتسوى بقرة. هلا هيك عمي بيسا، يعني بصراحة كنا متأملين فيك خير، بس بالظاهر ما قلنا بالطيب نصيب. اسمع يا شلاويت، ما بدي خليك تروح زعلة. هلا بنطلع لفوق تشرب لك كاسة شاي، وبتكتب لي سند بشقفة الأرض، وأنا ما بعطيك البقرة، بعطيك ابن العجل. العجل؟ ماشي. لك جودة شو بدنا بالعجل؟ بدنا فا، شو فهمك انت؟ شو بدنا فا؟ اجبته بنص حقه. ان شاء الله بربع حقه، البقرة بتحلب، اما العجل شو بدنا فا؟ ولك بدنا فا، بدنا فا، خلاص ما تقلي لقلبي. لك قلي طيب قلي فهمني، والله ماني فاهم على شيء. ولك شو بدي اقول لك؟ شو بدي اقول لك؟ بلفني ابن هالبيسة، بلفني الله لا يوفقه. على غفلة هيك كيف لزقني فار هالعجل ما بعرف، وأنا من جحشنت اشتريته. لك هذا ما لازم يسمى مختار، لازم يسمى محتال. لك وين كان عقلك وقت اشتريته؟ كان بصباطي منيح هيك مبسوطة سديبة. علي مو علي، هذا ابن البيسة فظيع فعلا بيسة. ولا ولك كيف بلفك البلفة؟ انت اذكى واحد بهالدور كله. ولك ما فشري بلفني، ما بلفني انا عن قناعه اخذته للعجل. طيب رجع لي اياه هيك عن نفس القناعه، شو فرق معك انت؟ طب حكيت كلمه. اسمعوا لا رجع لك يا انا. ليش بيطلع بايدك ترجعه؟ لك هالحكي تبه عليك، زعلت منك. شو هالحكي؟ لا انا اللي برجعه، برجعه كمان. استناني بس اكل لقمه وراجع لك. ماشي. والحشاء تجحش. لك شو دخلك فا؟ بتعرف انه ما بيجي من وراه غير وجع القلب. لا اله الا الله، امي زدتني وملوكس لقتني باحضانك الخبيثه. ولك شبك شبك، لك هذا جاري، بتفهميش اني جاري؟ جاري بعدين بيحكوا علي العالم انه ما حالها ما حبحبها. بتريد يدي؟ كنت حجار ولا هجار؟ لك يا مخلوقات اللي بقولك، لك شو زي ما قلت لي ابوي العم الصحة. هلا بعد كل شيء سوا هيك عم تقول؟ لك ما سوى شيء زلمه، ليش شو سوى؟ لك حرام، حرام الظلم، ما بدنا نظلمه شبك، حرام الظلم. طيب ضميرك يا مختار. ايه ايه علينا زرن طيطة، شو دخل ضميري بالنص؟ انا قمت وفلقة لجودة لحتى اعطيته العجل، بوس دياتي بوس لحتى يقبل فيه. لك مزبوط مزبوط، لك تعال جنبك، لك تعال جنبي عم بعيون عيونك. مزبوط كلامك، بس انا قصدي يعني الارض تبع هذا جد بجودة، يعني ما بتسوى اكثر من هيك. والله بتسوى يمكن. صراحة الانسان عنده ضمير وانا عندي ناموس وضميره لابني، الارض بتسوى اكثر من هيك، ولو اشتريتها شركة دفعت له اكثر، بس هو بده داكيش بين الارض وبين العجل. مزبوط كلامك، عم بعيون عيونك، لك تعال شويك، تعال قبل ما عمك المختار. شد معه شد معه. وهلا شو راح نسوي يعني؟ ليك عمي زرنطيطة، العجل مباوع والبضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدأ. أنا معك بهالحكي يا سيد المختار، هالحكي بقانون البيع مزبوط، بس يعني كضمير كضمير ضميرك بيطوعك. طيب هلا شفت الأرض تبعك بطلوع الريح، شو بدك فيها؟ ما بدي فيها شيء.
طيب شو رايك تكتب لي فيها سند وانا بعطيك العجل داكيشه؟ موافق، انقاذ لجاري موافق. تعال اسمع ولك موافق انا، موافق يا سيد المختار. شو مالك ولك شبك الآن؟ شبك؟ بيرجعوا ولا 60,000 جهنم ما يرجعوا؟ كله منك أتي، كله منك. ولك ضليت تزني فوق راسي، تزني فوق راسي لحتى شريتيني هالعجل. وعلى قولة المختار ما عجبته البقرة، ما مرتاح منها. أما ناقص غير يمدلها فراش ويغطيها بالحاف. يقطعوا لعمرك إلهي. وشو دخلني أنا؟ هيك سمعت. هيك سمعتي لانه بتسمعي انت، والحشقتي ما بتسمعي من دينيكي، بتسمعي من مناخيرك. بتسمعي انت لعمة 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 على هالورطة. ها اجا والعجل معه بالظاهر ما ترجع. تعال خلصنا بفعي وقلنا عيو كفعة. شو صار معك؟ ليش مرجعوا؟ ما رجعوا بهيك؟ حسبتوا لها الحساب؟ شكوتوا لها؟ شكوتوا لها؟ قال حسب الحساب. خد تعال هاي الحجة تبعك. شقى 20 سنة مبسوط؟ رجعوا يعني؟ لا لا رجعته ولا بطخته. ابن البيسة بلفني إلي فهنة، أنا مبلفت فهنة. والله قلت لك انه ما بيجي من ورا لجوده غير وجع القلب. ما كنت تصدق لك. اسكتي بقى، سدني عليك، دخيلك على الارض. ما بجيب تعب، ما بتعرفي شيء انا. لك عم بيقولوا هنيك الاراضي بدها تصير هيك فيها مطاعم شيء قبه العاده. لك كل عمره بيقولوا ما بيعملوا شيء حاجه. لك هالمره عن جد له. ولك شبك ولك شبك. ما بقى تلعين دومي. لك ما حاجه ابن البيسه بلفني. انت ما بدك تزيدي على قلبي. لك علي ما علي، هيك نفسيتي بدري شبك. لك مشاعري دخلت ببعضها حاجه. خلص ولا نذبحه ومنبيع وخلص امرنا لله. ارتاحت مشاعري. شو بدهم لك؟ قال ببوزك بدي سفلت دست. البقرة؟ شو بالبقرة؟ نشف حليبة؟ لا ما إذا صحي، خرب بيتك. عاملين حساباتنا على اساس من حليباته يطلع لنا 6-7,000 ليره هالموسم. يلحق عليك. ليش ولا لا مفع عيونك؟ شو عملت؟ بعت العجل، ولما بعته بطلت تحلي. معقوله؟ ابنها. خلاص بكره بروح برجع له العجل. ما بيغون علي زعل البقره. زعلك نظميه؟ سوي لنا كبايه شاي. كيف هالعجل البلفك فوق ابن البيسة؟ بالعكس، ما تحكي هالحكي، لا بعرفني ولا شيء الزلمة. ابن البيسة هالمرة طلع بيه حلال خيو. كيف هيك؟ لعمة شو عجل؟ بينبوس بين عيونه علي ما علي. علي ما علي يا جودة، اسا ما شافتوا البقرة هيك فوت على البايكة بلشت يعني. تعمل هيك وعاد درح حليب. ليك بديعة من الخمسة الصبح هي درح حليب. يا الله الله يحرسك من العين. لك أسعد عطيني السطل الثاني عجل، تعبى هذا عجل عجل. شوفك بعدين. ولك ما الحق عليك، الحق على هالفدان اللي قدامك. ولك فدان انا فدان لاني رديت عليك وسمعت نقك وخليته يرجع العجل. ليك واستفاد منه اسعد. ليش انا شو دخلني؟ انا اللي قلت لك تخلي اسعد ياخده. انت ما قلتي شيء، بس نقيتي فوق راسي. شو لازمته العجل؟ بياكل ما بيحلب. خليتيني رجعه. ليك واسعد لطش هالعجل، حطه بهالبايكه وهي شافته البقره انتلوا بزازه حليب وعلى حلب صارت تحلب له الطقطقين. ولك اذا بيوم من الايام بتجيني الجلطه بيكون بسبب بهمنتك. يلا يا رب ان شاء الله. يا سعيد زلنطيطه. أهلين سيد المختار، تفضلوا. زيد تفضلوك. والله ما فيني،
مستعجل يخلي لنا يوم. فوت فوت. ما فيني عندي شوية شغل. مساك خيو. شو هذا؟ هذا سند الأرض. خذوا شقه، ما عاد بدنا نرجع العجل. ايه؟ ليش بطلتين تبيعه؟ هو بصراحة العجل أرخص من شفة الأرض اللي داكشتك عليها. مشان هيك يعني أنت بتعرفني، أنا عندي ضمير وناموس. أما زبطت معي. ولو يا زلمة شو عم تحكي أنت؟ وأنا بريت من سونا. خلص خيو اشتريت يعني اشتريت. بارك الله فيك، أنت زلمة آدمي. بس يعني بصراحة طول الليل ما نمت يا أسعد وأنا عم فكر بالموضوع. لا يا مختار، شو الحكي هذا؟ الله يسامحك محرزة. لك القصة ما قصت محرزة ما محرزة، ولا أبوي فا آخرة وفا حسابه، الواحد لازم ينتبه لحاله. مزبوط والله، بس خيو أنا مسامحك دنيا آخرة، روح ارتاح منيح. خلص ولو أسعد خلص يا أخي، زين، زين ناولني هالعجل، أنا بدي رجعه بطلت بيعه. وأنا بطلت رجعه. شو؟ اشو الشغلة على كيفه؟ اشباك ليش معصب هيك يا مختار؟ خيو اول امبارح العجل كان له كل يوم له، خلاص اسمه نصيب الشغلة شباك. ماشي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. على كل حال ما الحق عليك، الحق علي انا. مين طلع عليك يا واطي؟ بتحاسب انا وياك. عروسه مع السلامة. شو عملنا له؟ لك راح تشقف حالي العمى. ولك المختار البيشة زاد نفسه عم يبسلو ايده مشان يرجع العجل، ما عم يقبل ما عم يقبل. شبك لجودة؟ انسى هالشغلة بقى انساها. لا ماني نسيانها وما رح انساها، العجل عجلي وغيري لا لا. اي بس انت بعته؟ بالله حياتي انت، بس انا ما قلت له الاسعد يشتريه. اي بس انا اشتريته وانا هلا بدي رجعه، صار بدي اياه. لك لك شو الشغلة على كيفكم؟ إذا بتريد اسكتي انت، شدي موزاي. لك لك شو الشغلة على كيفكم صح؟ خيو أنا قلت لك ترجعوا ترجع، ما قلت لك تاخذوا انت، لو عرفانك بدك تاخذوا انت ما كنت قلت لك رجعوا. يا جودة أنت شو فرقة معك؟ المهم خلصت منه يا أخي. أخي طالما المختار ما رجعه وأنا بدي إياه. وعنا يا أسر رايح وجاي بده إياه. إذا بتريد أنت شدي بوزك، شدي بوزك، روح عنا يا أسر رايح وجاي بده إياه. خيو أنا هذا العجل ما راح أعطى لحدا، بدي رباني عندي، ما بيطلع إلا عجزتي وبدي يربى بدلولي منيحك. هيك يعني؟ ونص. ماشي بسيطة. درمل. ماشي رح درمل. درمل من هون روح خلصتني. الله صار بدك اياه، جيت بوس ايدي مشان رجع له اياه، ما رجعه هو، انا اخذته. هلا كلكم صار بدكم اياه، لعم في عيون عيونكم، شو لمس زلطه له؟ نافه مجاول، نافه مجاول، ها ولا نقطه، حردانه بدها ابنها. هاي تدفع لك كم ورقه يعني فوق شقفه الارض تبعه، بلكي بيرجع لنا العجل. لا مش دون انت ما بتفهمي تصميمي، خرب بيتك، بعتوا العجل لحتى ادفع له فوق منه لحتى رجعه. اي ادفع له 1000 ليره، مو احسن ما تخسر 7000 ليره كل شهر. الهي ربي مولاي، يا سامع رجاي وانا مقهور، يبلغ بحصار الموت، يا شلاويط يا وطي. مسكي خدي سايسيه بلكي بتحلب معك. بلكي حاول. 1000 ورقه؟ لا لا شو سيدنا المختار؟ شايفك هيك هالمرة يعني ما عرفتني شو مزبوط كأنك مهك. والله لك يا كبرانة معك الحكاية، 1000 ورقة مربح ما عاد تكفي. ما بتكفينا؟ بعدين خيار ما بدي بيع، ما بدي بيع، ما بدي بيع. وإذا بدي بيع يعني ولو بدي 12000 ليرة فول اعتذرك يوم ربح، ماشي. 12000 سر موية تنزل عبوزك يا واطي، بي ما عم طلع لك، قوم لا، قوم لا من خلقتي أحسن ما استخرج اثنين زرب بين عيونك ها. عادوا لي أسعد عاد سيدي المختار وين بدين إلع بيته هذا شباب؟ أنا اللي بدين إلع معناته ما الحق عليك، الحق علي أنا يلي سمعت من هذاك الواطي جودة شطاويت وبعته بقرتي. شو بدي بها الشغلة أنا؟ شو بدي؟ كان نزل على سوق الدبات واشترى. لا أطلع عليك وعليك بي. الله يسامحه. شو عملنا له؟ وين قمت؟ وين بدك تنقلع؟ التقامة بيتك عدا؟ بي عجبك هلا بيصير؟ عجبك؟ ولك دفع له المختار بالعجل 1000 ورقة زيادة يعني 10 فراريج بروسلي، ما كان يبيعه. اي ما مثلك، دغري خلصت منه. ليش مين قال لك اني خلصت منه؟ ولك بده يرجعه واجره فوق راسه، هذا العجل حقي، وإذا ما جاب لي حقي ورجع لي إياه، فحكومة، فمسؤولين بيرجعوا لي حقي. آي آي، خلي الحكومة ترجع لك حقك.
لك يا مختار فهمها بقى، طالما الشغلة فيها بيع وشراء الحكومة ما بتقدر تعمل لك شيء. والله يا أبو نادر شايف لك هالدنيا صايرة كلها نصب واحتيال. شد بوزك لو شلاويت، أنت ما دخلك. لا ما رح شد بوزي، ودخلني ونص يا عمي بيسه، لأنه أنا اللي اشتريت العجل منك. أنت على قد مالك بهيمة بعت لي هو مع أصعب، لو ضل عندك هلا كنا اتفقنا. ما صار شيء، ما صار شيء. إذا أبو نادر بيساعدني بترجعته للعجل، بعطيك إياه بنفس العرض اللي عرضته على أصعب. وشو عرضت على أصعب؟ ما عرضت على 1000 ورقة زيادة فوق حقه. لك يقطع عمرك، شو دخلك أنت له؟ روح له بمشي، روح له. نقلع، هات اللي طلع معك، الحكومة حاططكم هون مشان تقلعوا المواطن، ولك ما الحق عليكم، قال جينا لعند الحكومة تتاخذ لنا حقنا، قام كشفت عن قرعته وفزعتنا. لك ما لك حق عنا ولا، لو كان لك حق كنا بناخذ لك هنا. ماشي. اضرب. سيبك من ابنك داير، خليك معي. يا مختار، يا مختار، أنت بتحرجني أحيانا أنا. يعني شغلي انت بعتها انا شو بقدر اعمل له؟ يا ابو نادر انت لك هيبه على اسعد هذا صرنطيطه بيحسب لك حساب، بعدين انا شايل لك اطرابيز عسل زدلو. اي شو سخنه، شربوا شربوا. سهلا اهلين اسعد. شربوا، اهلا وسهلا. الحقيقه نحن بنرحب فيكم ونقول لكم اهلا وسهلا هون عندنا بالبيت، يعني زارت البركه، زارت الحكومه الغاليه. اهلا وسهلا فيك متسلم العم ابو نادر. خلاص اسعد، اهلا وسهلا فيك. ميت اهلا، وان شاء الله هيك ما بترجع خويا هيك ان شاء الله يا رب. اهلا شباب، شباب المختار، شباب. اسمع سيدنا المختار، انا الحقيقه انا بدي ارجع لك العجل تبعك، هيك بدي ارجع لك اياه. كتر خيرك وما بدي منك لا ابيض لا اسود، بس بشرط. يعني شرط شو يا سيد زرنطيطه؟ دقيقه شوي خيو، يعني مشان ما يقولوا انهم بهالضيعه ما حالها ما بحب حا، لا بالعكس نحن جاهزين، بس بدنا اياها واحد بواحد، يعني دوكيش بدوكيش، بنعطيك العجل للبقره وانت بتسلمنا عفاف لسلنجو، شو رايك؟ اللي بقى شو قلت مختار؟ ما بقى بدي العجل. ليك ولو زرنطيطه يبريني عندي لو كنت جفت معي، لا اسلخك اثنين بين عيونك زي تعيد هذا الحكي، فهمان ولا؟ لك عيب عليك، لك مختار، لك عيب عليك بقى. العم اسعد عمل لي قيمة وانا اللي جاي مشانك ما بتعمل لي قيمة. حاجة لو بدهم بقى، انت بتعرفني اني جاي لهون لاخذ العجل ابن البقرة، ما مشان يبليني بهذا الفدان لبنتي عفاف، شو بدي اعمل فاني؟ ها ديروا على الفلاحة. بي عم طلع عليك عروسي، انت عم عمله شو وافق لك ابوي؟ وافق أبوي، أنا قصدي مستعدة ضحي بحالي كرمالكم. بدك تضحي بحالك من شان يا بنت الكلاب؟ بدك تضحي ولا لأنه قلبك عم بيقول سو 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 سو؟ لك شو يعني بنضل بلا حليب؟ ما شاء الله عليكم، ساتكم بالإنداءة، تفول عم تفرموا سنينكم معي، ما بدي بيع البقرة، بدي خليها، ما بدي حليب أنا، تعرفي ليش؟ لأنه هاي بس يجي هذا الوقت سنينكم بتنعر، أحسن من كلاب الحراسة، من شانك بدي خليها؟ سو 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 معي. الله عليك. لا شوف كيف بدك تحلب له البقرة بعد اليوم يا أسعد. أشوف. أهلا وسهلا، كيفك أسعد أفتي؟ الحقيقة ما شاء الله على البقرة، لبطة ماكنة كتير. والله البقرة علي العين هالكم يوم، هي عندي فوق بالأوضة، واللي لبطك هو القديش، شو رأيك بالحكي؟ ها عم قول لحالي، اللبطة مغربة.